على طريقة الإيسلنديين في اليورو. سوريا وجمهورها يكتسح ماليزيا. ترجع الكرة موي. موي تتحط الكرة ميليغان. ميليغان جاب الكرة في الرواق الأيمن. اللاعب ديجينيك. ديجينيك خطيرة. خطيرة خطيرة. المراوغة موجودة. والتسديد والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الأسترالي. كانت خطيرة منذ البدايات. كانت واضحة. ولو أنه نوعيا الأسترالي كان خلق فرص ثانية. رقم 18 كان مطالب أنه يدخل يضغط عليه. رقم 18 المطالب زاهر أنه يضغط عليه. التسديده كانت ملاكي عملت روبون ضربت الكره في الارض كما تشوف شوف ضربته طلعت واتغالت الحارس ابراهيم علمه 1-0 للمنتخب الاسترالي.